مرحبا يا شباب، كيفكن؟ اليوم رح نحكي على موضوع نمو الطول. كتير شباب تسألني انه امتى بوقف نمو الطول، شو عوامله، كيف يعني، ليش عمي ما عم بدل اني اطول، شكلي قصير، كل عيلتي طويلة الا انا. رح نحكي عن كل هذا الموضوع باختصار اليوم. نمو الطول، اغلبية العالم بيوقف نمو الطول عنده بين ال 16 وال 18 سنة، بينما البعض بيستمر بين ال 20 وال 25 سنة. هي اكثر الدراسات الموجودة انه نمو الطول حد اقصى هو ال 25 سنة عند بعض العالم. شو هي العوامل اللي عم تأثر على نمو الطول؟ في ثلاث عوامل، هن أكثر من ثلاث عوامل، بس رح أحكي أنا الثلاثة الأساسيين. الأول اللي هو العامل الوراثي، الجينات يعني الوراثية، كيف إنه إذا عائلتك طويلة ولا قصيرة، كل هذا الشيء أنت ورثت عنهم الطول أو القصر. تبين معك من العيلة إذا كانت عائلتك طويلة ولا قصيرة، بس ما إنه 100% مؤثر، لأنه ممكن أنت تطلع طويل والباقي يكون كله قصار، أو بالعكس مثلا يكون كله طويل إلا أنت قصير. في هيك بيجي العامل الثاني واللي هو العامل الهرموني اللي عم يأثر على الطول. هذا العامل الهرموني كيف إنه نحن كل شخص عنده يعني جسمنا مختلف عن الثاني، بينتج هرمونات، تركيبة الهرمونات عنا مختلفة عن بعضها، مشان هيك هذا الشيء بيأثر على نمو العظام والطول. أما العامل الثالث اللي أنت فيك تتحكم فيه وعامل مهم هو اللايف ستايل، يعني أنت كيف حياتك عايشة، سواء كان الأكل، عم تاكل أكل صحي، أو التمرين، عم تتمرن ولا بس قاعد طول النهار ما عم تعمل أي شيء على الكاوتش، قضية استرخاء طول الوقت ما عم تتمرن، كل هذا الشيء بيأثر عليك. في بعض التمارين بتساعد انك انت تطول، تمارين التمدد او غيرها. رح ورجيكم اليوم خمس نماذج او شو هن بعض التمارين اللي ممكن تساعدك بنمو الطول. يعني هي بعض السنتيمترات او بعض البوصات، ما راح يعني تكون مؤثر، عامل مؤثر كبير، بس بتساعد بنمو الطول. الشغله الثانيه المهمه باللايف ستايل هي الاكل الصحي. انت عم تاكل اكل صحي ولا طول النهار مقضيها فاست فود، وجبات بيتزا من هون، شوكولاته من هون، وقاعد طول النهار عم تخزن دهون وجسمك عم يبين اقصر وعم ينكمش، حتى ما بتبين انت انك طويل. كل ما نحفت، كل ما يعني كل ما صار جسمك رشيق، كل ما تبين اطول، صح ولا لا؟ اما كل ما كنت معبى ودهون، رح تلاقي انه جسمك هيك قصير، يعني حتى لو كنت طويل تلاقيك انه منكمش على بعضه، لان ما عم يبين الطول من الدهون. فمشان هيك حافظ على الاكل الصحي، يعني البروتينات والخضروات والى اخره، وحاول تخفف من هي الاكلات وخفف من الدهون. كمان الاكل الصحي يعني خلي اكلك يكون غني بالكالسيوم. اذا كان عمرك من ال 15 سنه و 14 عم تحس انه انت جسمك ما عم يطول، كتر من الكالسيوم، يعني الزنك، الحديد، كل هاي المعادن بتساعد، يعني بتغذي العظام، كالسيوم للعظام لحتى ينمو العظام ولحتى انه يطول. هذا الشيء كتير مهم انك انت تعتني بغذائك وبتعرف شو عم تاكل. ما تقضي طول النهار فلافل مقلية وبطاطا مقلية، وما بتحب الحليب وما بتحب البيض والموز، كل هدول يعني بيساعدوك انك انت تطول. يعني هاي اللايف ستايل انت فيك تتحكم فيها لتساعدك انك تطول. لا تقعد تشتكي طول النهار ما عم بطول، بدك تطول بدون اي شيء. بدي احكي لكم قصة صارت معي لما كان عمري 15 سنة. نفس الشيء، كنت اكل دائما شيبس وحلويات وسكر، يعني كنت بصراحة يعني مكرش ودهون وخواصر والى اخره، فكنت اتضايق كثير من المنظر. يعني حتى امي تطالع والناس تقعد تبهدلني انه حاج شوف حالك، بكفي اكل شيبس صاير قد الدب صراحة. يعني بعدين يعني كنت صرت اتضايق من جوا وحس حالي اني قصير وسمين، يعني منظري ما حلو. فبلشت اني اتمرن، بلشت اني اركض، اتدرب وخفف من الاكل، خفف من النشويات ومن كل هالقصص هاي، بلشت اكل اكل صحي، وقفت الشيبس والكولا، كل هاي القصص لحتى قدرت اني انحف واطول، يعني بين طولي بس لاني نحفت. هاي كتير مهمة، مثل ما قلت لكم يعني كانت تضايقني كتير، وانا بعرف كتير شباب هلا عم يعني تسمعني وحاسة بنفس الشيء. انا حسيت بنفس اللي انت عم تحسوه لاني مريت فيه، بس الحمد لله تخطيته وما اخذ معي يعني كم شهر بس بلشت اني انحف. انك تحط الشيء براسك وراح تحققه بوعدك بهذا الشيء، مثل ما انا انجزته فيك انت تنجزه. رح اوريكم هلا تمرين بتساعدكم على طول، ما بتاخذ من وقتكم كتير. فشوفوا الاول رح يكون هانجينج اب، واللي هو انك تعلق حالك على البار، تمدد رجليك للاخر، تفرد كل جسمك وتمدد جسمك كله للاخر بدون ما تلمس الارض، وتسترخي، تعمل ريلاكس هيك ل 30 ثانيه، تحاول تعد 20. اول شيء بلش بال 20 ثانيه، بعدين ممكن تطور معك ل 30 ثانيه، وفينك تعيدها كذا مره خلال اليوم. هذا اول تمرين اكيد كلكم بتعرفوه. اما التمرين الثاني فاسمه داون رود دوغ. هذا التمرين بتتمدد بهي الوضعيه لخمس ثواني، بتحاول انك تشد جسمك وتمدده لخمس ثواني وبتعيده ثلاث مرات. هذا الاسترتش او هي التمارين التمدد
بتوصل الاكسجين والبلد الدم والاكسجين لكل اطراف الجسم، للعظام للعضلات كله بيوصل الدم والاكسجين لما بتعمل هاي التمارين. اما التمرين الثالث فاسمه كالف ستريتش، وهو تمدد السمانة، عضلة السمانة على الحائط. هي بتبلش الوضعية انك تضغط بالرجل الاولى على الركبة مثل ما لكم شايفين على الحائط، والرجل الثاني بتكون ممدودة للاخر. بنحاول نوقف كذا ثانية، 10-12 ثانية، بعدين بنبدل بالرجل، بنعمل نفس الوضعية، بنضغط على الركبة وبنفرد الرجل الثاني للآخر. التمرين الرابع راح يكون رفع رؤوس الأقدام ورفع الأيدي للآخر. هيك توقف على رؤوس الأقدام قد ما فيك، بتشد فوق مع الأيدي كمان، بتفردهم لفوق مثل هاي الوضعية. هيك مثل ما تكون شايفين بتحاولوا توقفوا كذا ثانية وتعيدوها كذا مرة. والتمرين الخامس راح يكون هو السباحة. السباحة كتير مفيدة شباب، لتمدد العمود الفقري وتمدد الجسم كله، بتساعدكم بزيادة الطول، لأن مثل ما قلت بيوصل الدم والأكسجين لكل أطراف الجسم. وهدول كانوا التمارين لليوم، وكل شيء شرحت لكم اياه على طول. احلى شباب، لا تنسوا تعملوا لايك اشتراك للقناه، بحبكم كثير، بشوفكم عن قريب، سلام.